ولمناقشة رد فعل واشنطن حول تطورات الملف النووي الإيراني وخياراتها لوقف تهديد إيران لأمن العالم، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المدحجي. أهلا بك معنا أستاذ محمد. في البداية أحيي حضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ محمد. صدقت التصريحات المتفائلة التي أطلقها علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين في مسار فيينا منذ أيام، وتتجه الآن أمريكا لرفع جزء من العقوبات عن طهران. بداية، كيف ترى هذه الخطوة؟ إذا لاحظنا، الولايات المتحدة ألغت العقوبات على جزء من البرنامج أو المنشآت النووية الإيرانية، وليس العقوبات الاقتصادية، مما يعني أن إدارة بايدن تساعد الصين وجهات أوروبية خاصة ألمانيا على امتلاك إيران القنبلة الذرية. والصين بعد الاتفاقية الاستراتيجية لمدة 25 عاما بين البلدين تريد أن تصبح إيران ضامن لمصالحها وضراعها الضارب في المنطقة وتتولى الملف الإيراني. وفي هذه الحالة الصين تحتاج إيران قوية حتى تكون جسر التواصل ما بين أسواق شرق آسيا والأسواق الأوروبية، أو المشروع الذي يعرف باسم حزام وطريق أو طريق الحرير الجديد. وطبعا هذا لم يعد خفيا على أحد، وهذا مشروع معلن تموله الصين وألمانيا وجهات أخرى وحلفائهما، خاصة إدارة بايدن. إدارة بايدن التي تساعد تمرير الغاز الروسي باتجاه ألمانيا، وألغت العقوبات التي فرضها ترامب على خطوط الغاز الروسية باتجاه ألمانيا. إدارة بايدن ألغت هذه العقوبات لتساعد ألمانيا. فمن هنا يمكن أن نفهم لماذا إدارة بايدن تتجه عكس الاتجاه الذي ذهبت به إدارة ترامب. والآن أيضا يجب أن نضيف، بالتزامن مع أزمة أوكرانيا، نرى أن الصين ترشي روسيا وتعطيها عقود هائلة لشراء غاز الروسي، وبنفس الوقت ألمانيا ترسل كبار رجال أعمالها وكبار ومسؤولي كبريات الشركات الألمانية للقاء بوتين يوم 3 آذار مارس القادم حتى يرشوا روسيا أيضا، ويعطوا روسيا الضمانات التي تطالب بها روسيا للسماح للصين وألمانيا أن تضعا يدهما على إيران، أي الغاز الإيراني لن يصبح منافسا للأسواق الروسية، الغاز الروسي، هذا ما تطلبه روسيا. فإن هنا يعني المشهد أمامنا هو مشهد معقد. المفاوضات التي تسمى بالمفاوضات النووية الإيرانية ليست مجرد مفاوضات حول النووي الإيراني، بل هي مفاوضات بين القوى العظمى لتقاسم حوزات النفوذ والأسواق وأسواق الطاقة فيما بينها. نعم، يعني برأيك، وفي ظل يعني هذا الحديث أو في ظل مجمل الأوضاع التي تحدثت بها، هل تسير الأمور كما يريد المجتمع الدولي أم كما تريده إيران؟ يعني المجتمع الدولي لم يعد موحدا. أولا يجب ننتبه إلى أنه لا يمكن الحديث عن المجتمع الدولي بمعنى الدول المعنية بهذا الملف كبريطانيا وفرنسا وروسيا وغيرها. فهنا الانقسام ما بين هذه الدول يعني بالجواب انه يصب في مصلحه ايران. والان ايران تحصل على جزء ما تريده من هذه المفاوضات من خلال السماح لها بتطوير انشطه نوويه اخرى تحت غطاء البرنامج المدني النووي، هكذا وصفته اداره بايدن. المفاعل التي ايران تخصب فيه اليورانيوم والمواد المشعه في طهران للعلاج، هكذا تدعي ايران. وترامب فرض عقوبات على هذا المركز في طهران وقال ان ايران تحت غطاء الاستخدام المدني والاستخدام الطبي تخصب اليورانيوم لأغراض عسكرية، وهذا معروف لإيران أنها تستخدم الغطاء المدني لبرنامجها العسكري. والآن إدارة بايدن تذهب بهذه الخطوة وتساعد الصين بشكل واضح، رغم أن المؤسسات الدولة الأمريكية تصنف الصين
الصين عدوا للولايات المتحدة. الكونغرس هدد إدارة بايدن قبل قليل، السناتور الشهير تيد كروز خلال اجتماع وخلال حديثه مع وسائل الإعلام قال بأن إدارة بايدن تسبب كارثة أخرى للولايات المتحدة وتعطي إيران امتيازات ولم تحصل للولايات المتحدة عن امتياز من إيران، ونحن سنذهب باتجاه إلغاء هذا القرار. الجمهوريون في الكونغرس حددوا بأنهم في حال استعادة سيطرتهم على الكونغرس سيلغون أي اتفاق يوقعه بايدن مع إيران، لكنه في نهاية المطاف ورغم هذا الصراع في الولايات المتحدة فإدارة بايدن ذاهبة باتجاه تسهيل الأمور للصين وألمانيا لإعادة تأهيل إيران اقتصاديا وتقنيا وعسكريا. ما يجري في يعني من مفاوضات وربما تقدم لصالح إيران كما ذكرت، كيف سينعكس على نفوذ إيران في المنطقة برأيك؟ يعني مما لا شك فيه الآن نرى أن إيران تحاول أن تستعيد جزء من سيطرتها أو تدخلاتها في أفغانستان، وكذلك هناك مساعي لترميم بعض الإشكاليات أو بعض الضربات التي تلقتها إيران في العراق خلال فترة حكم ترامب، وبطبيعة الحال ذلك سيؤثر على الساحة السورية وامتدادا لبنان الامتداد للساحة السورية. فقط نشهد الآن تعثر كبير للتواجد الإيراني في اليمن بسبب الحزم والسياسة الحاسمة التي يتبناها التحالف العربي لإنهاء ذراع إيران في اليمن، حيث نشهد أن غطس الإمارات وضرب الإمارات وخاصة أبو ظبي المرة الأخيرة تم من الأراضي العراقية وليس اليمن، بمعنى أن هناك تعثر لوجستي وعسكري في اليمن لم يسمح لأذرع إيران في اليمن حتى يضربوا الإمارات من الأراضي اليمنية، واضطروا لاستخدام الأراضي العراقية. ففي هذا يعني هذا التطور في المدى القريب والمدى المتوسط سيصب في مصلحة أذرع إيران في العراق وبطبيعة الحال سوريا. يعني بما أننا نتحدث هنا عن إيران وأذرعها وميليشياتها في المنطقة، هل ترى تعارضا بين ما يحدث من مفاوضات وبين لربما إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية؟ يعني أنا أرى أن إذا تم يعني حاولت إدارة بايدن تصنيف الحوثيين على لائحة الإرهاب، وأنا أرى أن ذلك لن حتى إن تم ذلك لن يكون مؤثرا، لأن الصين وشركات حسب تقرير أممي رفع إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، أكد التقرير الأممي بأن شركات في أوروبا وآسيا تزود الحوثيين بسلاح، ووزير الدفاع الحكومة الشرعية اليمنية أكد أن طائرات الأمم المتحدة تستخدم لتهريب السلاح إلى صنعاء. فمن هنا إن حاولت إدارة بايدن تصنيف الحوثيين تلك الخطوة ستكون خطوة رمزية لمحاولة من إدارة بايدن لكسب ود ورضاء السعودية حتى السعودية تتعاون مع الصين وألمانيا ودول أخرى داعمة لإيران ومنها إدارة بايدن في الاتفاق المنشود والمرتقب الذي من المتوقع أن يتم بين إيران والدول المعنية بالملف النووي، أي نوعا من الاسترضاء للسعودية ودول الإقليم. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي، شكرا جزيلا لك.